رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتطوير المناهج التربوية والتعليمية. ملك الأردن يعزي العراق بحادثة كربلاء. الجامعة العربية تدين انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة العراق. وأهالي مغيبين ومعتقلي جلام الدور يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتطوير المناهج التربوية والتعليمية بما يؤمن مستقبل أطفال العراق الدراسي. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت السامراء نسخة منه أن رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حميدة لاسيكو برفقة مجموعة من أطفال العراق الذين يحظون بدعم المنظمة. بعث ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم برقية تعزية إلى الرئيس العراقي برهم صالح بضحايا الحادث الذي وقع في مدينة كربلاء أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العديد من الضحايا وتسبب بإصابة آخرين. وأعرب الملك في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله جل قدره أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب العراق وشعبه الشقيق كل مكروه. وافق مجلس الوزراء اليوم على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع اتفاقيتين مع فرنسا وألمانيا في مجال الكهرباء. وذكر مجلس الوزراء في بيان أنه وافق على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين الوزارة وبنك ستاندرد شارتريد بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية بي بي آي بمبلغ مقداره 150 مليون و500 ألف دولار. وأضاف لغرض إكمال مشروع الصيانة المتعدد للمرحلة الثالثة مع شركة جي إي الأمريكية لصالح وزارة الكهرباء. وتابع وفي قرار ذي صلة خول المجلس وزير المالية أيضا صلاحية توقيع اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندرد شارتريد وبنك دويج الألماني بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات بضمانة الصادرات الألمانية. شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم على ضرورة وضع مشاريع نافعة في موازنة محافظة الديوانية لعام 2020. وذكر مكتب الكعبي في بيان أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل في مكتبه اليوم محافظ الديوانية زهير الشعلان ورئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري والنائب الأول للمحافظة السيد حسين بحضور عضو مجلس النواب محمد الغزي. وأضاف أن الكعبي بحث مع الوفد الحاضر المشاكل التي تواجه المحافظة بشكل عام وما ترتب من نتائج عن الزيارة التي أجراها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى المحافظة مؤخرا بعد استماعه للمطالب التي تتعلق بالجانب الزراعي والتجاري والمائي فضلا عن الخدمي والاستثماري. دان مجلس الجامعة العربية في دورته 152 على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم دان انتهاك إسرائيل سيادة العراق بالطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم أن مجلس الجامعة العربية قرر اعتماد قرار عراقي يدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية ومنها العراق، وأشار إلى أن القرار يدعم جميع خطواتها وإجراءاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية، مطالبا العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية بالأمم المتحدة التحرك لدعم وتنفيذ القرار.
في ذات السياق استوعب النائب السابق والسياسي حسن العلوي اليوم إظهار الحكومة أي نتائج تحقيقية بشأن القصف الذي تعرضت له مواقع الحشد بالطائرات المسيرة، مبينا أن الحكومة أحرجت مما دفعها إلى أعلان تشكيل لجنة تحقيقية لتسويفها. وقال العلوي إن تأخر أعلان نتائج التحقيق بقضية القصف بالطائرات المسيرة هو لتمييع القضية ومن ثم نسيانها واندثارها، وأضاف أنه لا وجود لأي نتائج مرجوة من الممكن أن تعلن أو تعلن عنها الحكومة من لجانها التحقيقية بقضية القصف الصهيوني لمواقع الحشد بالطائرات المسيرة، لافتا إلى أن الحكومة محرجة من الإعلان عن عدم امتلاكها قرار بالبلاد أو الشكوى لدى مجلس الأمن أو حتى الاعتراف بأن القرار خارج إرادتها. أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم أن الحكومة الاتحادية في بغداد مدينة للإقليم بمبلغ يصل إلى 80 مليار دولار، فيما أشارت إلى أنها ستبحث هذا الملف خلال زيارة الوفد الكردي إلى العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومة الإقليم أن حكومة كردستان تسعى إلى الاتفاق مع بغداد بشأن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل، بالإضافة إلى حل المشاكل العالقة بين الطرفين. وأضاف أن المباحثات ستشهد أيضا الحديث عن ديون بذمة الحكومة الاتحادية لأربيل تصل إلى 80 مليار دولار، مبينا أن هذه المبالغ هي حقوق للشعب الكردي. هنأ رئيس إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني اليوم النائب الجديد للمبعوث الأمريكي إلى العراق ماك فيتيرز بمناسبة شروعه في مهمته الجديدة، متمنيا له النجاح في مهام منصبه. وجاء في بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن بارزاني استقبل في أربيل اليوم ماك فيتيرز وبحث الجانبان العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كردستان ومسألة النفط والمناطق المتنازع عليها، وشدد على أهمية استقرار العراق والحوار التكتيكي بين بغداد وأربيل. وأشار البيان إلى أن الاجتماع تم بحضور القنصل العام الأمريكي في إقليم كردستان ستيف فاكن، وعبر فيه ماك فيتيرز عن سروره لزيارة الإقليم وعن التزام بلاده بالعمل مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاجتثاث الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المناطق المختلفة في العراق والتنسيق بين بغداد وأربيل في مجال الأمن. ونوه إلى أن الجانبين قيما الأوضاع الحالية وتبادل الآراء بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد. قدم النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط مقترحا للحكومة لمعرفة مصير المفقودين والمخطوفين. وقال الخربيط في تصريح صحفي إن الوقت حان لحسم هذا الملف المعلق الذي طال انتظاره لسنوات من دون أن تبدي الجهات المسؤولة الاهتمام الذي يتناسب مع حجم المشكلة، وأضاف أن الحل الوحيد لتلافي التدخلات الخارجية وتدويل هذا الملف هو قيام الحكومة وبأقصى سرعة ممكنة بحل هذه القضية عن طريق عودة المهجرين قسرا إلى أراضيهم. من جديد، تطفو على سطح مأساة المعتقلين والمغيبين من مناطق جلام الدور والذي مضى عليهم أكثر من 4 سنوات ونصف وذويهم يقفون بباب المسؤولين آملين في بصيص أمل يدلهم أو يرشدهم إلى أماكن اعتقالهم أو على الأقل معرفة مصيرهم. سيد وزير الداخلية بصرف رواتب رجلي معتقل مفقود صار 5 سنوات ولا حقوق ولا راتب ولا أي شيء، هاي الهوية مالته، عندنا جهال وما لهم أي حقوق، صار لمدة خمس سنوات، يعني إحنا شنو ذنبنا إحنا؟ أريد يراعينا، هو إحنا خلي يعتبرهم أطفاله. شلون عيشتكم هسه معاشكم شلون؟ ما عندنا لا راتب ولا كل شيء، ولا عندنا بيت ولا عندنا كل شيء، أنا ساكنة ويا
ويا ام البيت، اخوتي ثلاثتهم همينا معتقلين، ابوي مفقود، كلتهم مفقودين، ما عندنا لا حول ولا قوه، ما عندنا غير الله، والناشد بدون جدوى، قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن ننادي، لا حياه لمن ننادي، لمن نفوض امر الى الله سبحانه وتعالى، زين هم مفقودين، امنا بالله، امنا بقدرنا، المفقودين انه يعني ماكو رواتب لهم، مو خدمها للدوله، هو مو ابن الدوله، مو ابن العراق، مو منتسب. ما يقبلون، ما جابهم اي شعار، جميع الفئات استلموا الرواتب الا الداخليه، ليش الداخليه هم مجرمين؟ مجرم المنتسب صار مجرم هسه؟ من جلام الدور بيوم 10/3 انخطف جتي قوه علينا واخذوهم قالوا نحقق وياهم لمده ساعه ونرجعهم، وصار لهم 5 سنوات لا خط ولا خبر، وما خلينا مكان ما رحنا عليه، محكمه الساعه دقينا حاسبه، محكمه صدر القناه على المطار المثنى، ظل شغله وحده اذكر لك اياها انه ينشرون موجود فلان بمطار المثنى، موجود فلان، الروح ماكو، يعني حرب اعصاب سوا بينا. هات شرطي، وهات شرطي، وهات عمره 17 سنه. قطع السنه عمره هذول الشرطه هالشرطي وهالشرطي وهذا ابوهم ما قدرنا نطلع اول ما نطلع على السيطرات يدقون اسماءهم ياخذوهم ضلينا بالجلام مالنا وجاوا من الجلام قالوا ناخذهم دقهم حاسبه ونطلعهم وخذوهم اليوم 5 سنين هذا اليوم الخامس 4 وهاي الخامس راح تصير وبس يعني بناتي ضلوا وخلاني بس النسوان 6 نسوان شناني 2 بناتي 3 واني شلون عيشتنا كل عيشه ما عندنا من العيشه على الله العالم تصدق علينا وقاعدين انا وبناتي وهاي بنتي مخدار رجلها عندها ابن صقر احنا عندنا هالواحد انا ابن اخوي هالواحد اطله موسى اطله من بيريد انا من بيريد ويد عم تاخذه وقالوا بس ندق حاسبه حتى لنا قلنا لهم منعوفه عندنا هالواحد خلنا نجي وياه ويحطونا بالسيارات مالاتهم وياخذونا على اكو قريه واخذونا بيها اخذوه من عندنا لي عطله وهاد قالوا بس ندق حاسبه ان شاء الله الساعه ونجيب لكم اياه والله حتى قنادرهم بسناها اي هاي بنته لابوها هسه ما تعرفه يعني خطيه الطفله خطيه ام يعني نطالب المرجعية نطالب الثاني نطالب يعني أهل الشيمة قال مراقبون إن تصدر ملف المغيبين والمختطفين للرأي العام وخصوصا خلال هذه الفترة يعود لأسباب سياسية وقال المحلل السياسي ربيع الجواري خلال استضافته ببرنامج الملحق الإخباري الذي تبثه سامراء قال إن هذا الملف تزامنا مع قرب الانتخابات يحمل رسائل سياسية ويأخذ طابعا سياسيا أكثر مما هو مطالبة بحقوق المغيبين والمختطفين ضغط البهراج جنوب سامراء برفع المحظور الأمني القائم ومنعهم من استثمار أراضيهم في البناء والبيع والشراء مناشدين الجهات المعنية في إدارة المحافظة والقضاء بحل مشكلتهم خاصة وأنهم يمتلكون سندات رسمية تثبت حقهم في تملك هذه الأراضي هذا وتعاني مدينة سامراء اختناقات في أحيائها بالأخص القديمة منها وفق التصميم الأساس فضلا على التجاوزات التي باتت خانقة لشوارع المدينة يعني بعد المناشدة لأكثر من مرة بالسماح لنا في الدخول في أراضينا أسوة بحي اليرموك سمحوا لهم بالدخول ونحن إلى الآن لم يسمحوا لنا بالدخول رغم نحن نمتلك سند رسمي مصروف من قبل التسجيل العقاري دائرة التسجيل العقاري في سامراء نطالب كل من الأستاذ الدكتور عمار الجبر محافظ صلاح الدين في الوقوف معنا والسماح لنا في استغلال الأرض التي هي من حقنا ونطالب الأستاذ محمود خلف قائم مقام سامراء أيضا في الوقوف معنا والسماح لنا في استغلال أرضنا كما سمحوا للمواطنين في حي اليرموك نريد السماح لنا في استغلال أرضنا وهي أرض البهراط يعني إحنا ناشدنا أكثر من مرة ولهذا اليوم ما دا نعرف شنو أسباب المنع رغم أنه قيادة عمليات سامراء والجهات الأمنية دا تقول لا توجد بها مشاكل أمنية يعني محور أمني لا يوجد بها وموجهين كتاب للأستاذ محمود القائم مقام بهذا الشيء إحنا ليش دا نمنع صار أكثر من سنة ما دا نقدر ندخل أرضنا شنو الأسباب
مشكلتي عندي ارض زراعيه في ارض البهرات وصار لي سنه وشويه اقدر انزل بيها ما اقدر انزل بيها، واناشد بيها اناشد الدكتور عمار يسهل لنا عمليه النزول بارض البهرات اسوة بفتح اراضي اليرموك وتسهيل عملياتنا، وعلما اني صار لي سنه انا من استلم السندات من الطابو وباسمي واريد يعني تسهيل عملياتنا بالنزول للارض، يخاطبنا الجهات الامنيه تسهيل امرنا، يعني احنا مطلوبين للعالم وعلينا التزامات، وهم اللي عنده قاعتين يقدر يبيعهن يستفاد بيهن، يعني سدينا يعني تعبنا صارنا سنة ونص، يعني ما خلينا واحد ما ناشدناه، واليوم نريد نناشد الجهات كل الإدارية لتسهيل عملية نزولنا بهاي الأرض. أنا كمواطن مشتري قطعة أرض 150 متر وصار لي سنة أكثر من سنة وأنا قاعد إيجار، هسه ناشدنا وطلع حسنا أكثر من مرة ما نستفاد شيء، هسه حي اليرموك استلموها ونزلوا بيها واحنا لحد الان ما استلمناها ولا نزلنا، يعني انا قاعد ايجار وهي 150 متر اردبناها واقعد، يعني شو كتبناها؟ اناشد عمار جبر محافظ، اناشد القايم مقام، شوفونا شاره، شوفونا صرفه، والله تعبنا صار سنه ونص، سنه سنه وربع سنه ونص ما يعني هيك شيء، تعبنا من هذا الوضع، الا متى يبقى هذا الوضع؟ يوميه باكر يوميه. فيما قال رئيس المجلس المحلي في قضاء سامراء عمر محمد حسن، قال إن حكومة القضاء ودائرة التسجيل العقاري ودائرة الزراعة في المدينة هي الجهات التي تحدد ملكية أصحاب السندات دون وجود أي محظور أمني لتمليك المناطق السكنية والزراعية. نحن كحكومة محلية الموضوع حقيقة خاص بنا، الموضوع خاص بالدوائر المعنية اللي كما أسلفت هي الزراعة ودارة التسجيل العقاري، وهناك الكثير منهم هم حاصل على سند، والسند أعتقد هو بحد ذاته أنه يعتبر وثيقة رسمية لحيازة أي مواطن على هذه الأرض حال حال توزيع البلدية، لكن هذه مناطق تابعة إلى مناطق زراعية صاحبها يمتلك سند، والسند رسمي ومسجل لدى دارة التسجيل العقاري، ومن حق البناء بهذه المنطقة، ولا يوجد محظور أمني ولا يوجد شيء لدينا، لكن حقيقة يفترض أنه هذا الموضوع أن ينتهي لأنه كثر اللغط فيه وكثر الحديث فيه، المفروض حقيقة القوات الأمنية لا تعترض على الموضوع، وبالتالي يكون هناك تنسيق مع الحكومة المحلية والإسراع في تنفيذ هذا الموضوع، لأنه حقيقة يعني آرقين الناس بهذا الموضوع، وبالتالي أعتقد هو خدمة للناس، إذا كان أنه إحنا حريصين على تقديم الخدمة للناس يفترض أنه ننهي هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك أوضح مدير بلدية سامراء محمد يونس اللبس بين المناطق الخضراء ضمن التصميم الأساس كالمشاتل والمتنزهات والمناطق الزراعية، حيث أكد حرية التصرف لمالكي المناطق الزراعية غير التابعة للبلدية. بالنسبة لهذا الموضوع حتى لا يكون هناك لبس، احنا بلدية سامراء معنية بحدود البلدية ومعنية بحدود المناطق التي داخل التصميم الأساسي في المدينة، ما نقصد به المناطق الخضراء في المدينة هي المناطق التي تكون داخل الأحياء السكنية من متنزهات ومن مشاتل، هذا فيما يخص المناطق الخضراء. أما المنطقة اللي ذكرتوها فهي مناطق زراعية، طبعا هي تنقسم إلى قسمين، قسم عائديتها للبلدية وقسم عائديتها إلى عقارات الدولة. اللي عائديتها للبلدية فهذه احنا نعمل عليها قريبا في محاولة لإدخالها داخل التصميم الأساسي، أما الباقي فنعمل عليه وفق القانون. بالنسبة للزراعي هو غير المناطق الخضراء المقصودة، المناطق الخضراء التي إلى تكريت، حيث أكد رئيس مجلسها المحلي عارف جبار أن أغلب أصحاب المولدات الأهلية لم يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن المجلس والقائم المقامية بضرورة تنظيم العمل بالعدادات، حيث تم إيداع 8 منهم التوقيف نظرا لوجود مخالفات فيما يخص عملهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم عقد اجتماع مع أصحاب المولدات وبحضور السيدة القائم مقام وقسم ضباط الشرطة والمختارين بالمناطق، وتم اتخاذ إجراءات وتبليغ أصحاب المولدات بالعمل على العداد، لكن أغلب أصحاب المولدات ما التزموا بتعليمات المجلس والقائم مقام، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. احنا لحد الآن تم إلقاء القبض على 8 أصحاب مولدات، وإن شاء الله مستمرين حاليا بهذا الإجراء القانوني على كل مخالف من أصحاب المولدات. وليس ببعيد، حيث قال مدير توزيع المنتجات النفطية في صلاح الدين عمار مظهر أنه لا توجد أزمة في المنتجات النفطية وبالأخص مادة البنزين، وأن عملية التأخير التي حصلت يوم أمس سببها إجراءات أمنية، مؤكدا توفر البنزين الآن في محطات التعبئة كافة من حكومية وأهلية. أمس حصل موضوع إجراءات أمنية في وصول منتوج البنزين والمنتوجات النفطية كافة بالصهاريج، فالإجراءات كانت هي احترازية يوم واحد بأن تشيك للصهاريج، فصار تأخر في وصول يوم واحد فقط لمادة البنزين خاصة، فصار زخم والطابور بدل الكلام اللي موجود من الأصحاب، يعني بعض الناس المواطنين أنه هناك أزمات وهناك، لا بالعكس، مادة البنزين متوفرة في كل محطات التعبئة، ولكن يوم واحد تأخر وصول المنتوج أثر سلبا، ولكن محطات التعبئة البهول الأهلية ممتلئة بالبنزين عندنا، والحمد لله إن شاء الله اليوم. قال مدير عام تربية محافظة صلاح الدين أمجد طلمس أن المديرية العامة للتربية أطلقت التعيينات مؤخرا وحسب الاحتياج وفق ضوابط محددة، مؤكدا الحرص على تطبيق هذه التعليمات كونها وزارية. صلاح الدين التعيينات الخاصة بمديرية عامة للتربية في 26/9/2019، واستمرت التعيينات لمدة 20 يوما، وبإمكان المديرية العامة التقديم 4 أو 5 أيام حسب الاحتياج. يعني هذه التعيينات اطلقت من قبل وزارة التربية وفق ضوابط محددة من قبلها، وبالتالي ألزمت المديرية العامة للتربية صلاح الدين بهذه الضوابط وبشكل تطبيقها بشكل دقيق جدا. أود أن ننوه بأن هذه التعليمات أو التعيينات سوف تطبق وفق الضوابط اللي منصوص عليها، ولا توجد جهة مسؤولة عليها، حتى المدير العام في التربية فهو ليس بمنع عن المحاسبة والمساءلة، وبالتالي عن تعيين أحد خارج الضوابط والتعليمات، لأن التعليمات هي وزارية، وبالتالي هناك جهات رقابية، مفتش عام وهيئة النزاهة والرقابة المالية، وكذلك الأمانة عامة الوزراء سوف تكون مشرفة على هذه التعليمات بشكل دقيق. فأود أن نطمئن كافة أبنائنا في المحافظة بأن هذا الموضوع دقيق سوف يجري بسلاسة وشفافية. من جهتها بيّنت إدارة قسم تربية تكريت أنه تم تشكيل لجنة استقبال لطالبي تعيينات على ملاك وزارة التربية، حيث يبلغ عدد المتقدمين أكثر من 1500 متقدم، فيما يبلغ عدد الدرجات المتوفرة 268 درجة، حيث سترفع الأسماء المطابقة للتعليمات بعد انتهاء إجراءات التدقيق. تم تشكيل لجنة من قبل تربية صلاح الدين حول التعيينات، الحمد لله والشكر، هي تعييناتنا 268، المتقدمين 1555. اللجنة متواجدة باستلام الفايلات، وراها فترة إن شاء الله لجنة ثانية لتدقيق الفايلات ورفع أسماء المتعيينين من قسم تربية تكريت إلى المديرية العامة. أعلنت وزارة التربية اليوم عزمها إدخال مادة حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية، وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن مدير عام أعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي سعد إبراهيم ومعاونيه لشؤون التدريب والإدارية اجتمع بأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وأضاف البيان أن الاجتماع جاء من أجل التباحث حول إشراك المديرية العامة للمناهج والتواصل معها لغرض أن تكون مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج لأهميتها، وأعداد خطة تدريبية حول هذه الحقوق تقام في المديرية. كشف المجلس المحلي لناحية العظيم في محافظة ديالى عن وجود 22 مدرسة في الناحية تعاني من نقص الكوادر التربوية،
وقال رئيس المجلس محمد العبيدي إن هناك 22 مدرسة في مناطق ناحية العظيمة ما زالت تعاني من نقص الكوادر التربوية رغم اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وأضاف أن المدارس المذكورة تحتاج إلى 180 مدرسا ومعلما لسد النقص الحاصل فيها، محذرا من استمرار بقاء نقص الكوادر في الناحية لأنه سيؤدي لخلق كارثة تعليمية ضحيتها الطلبة. أعلنت مديرية بلدية الموصل إنهاء أعمال تأهيل منطقة الغابات السياحية، فيما باشرت بحملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي الدولة في الجانب الأيسر من المدينة. وقال مدير البلدية رضوان الشهواني إن مفارز رفع التجاوزات قامت بإزالة الأكشاك العشوائية والمخالفة للتعليمات في أسواق حي الزهراء وأسواق المثنى والزهور لما لها من أثر سلبي على المارة، ويؤدي عملها إلى تراكم الأوساخ. قال مراسلنا أن قوات من اللواء 31 التابع للحشد الشعبي فجر سيارة مفخخة تعود لتنظيم داعش في جزيرة الصينية التابعة لقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين. ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية أن على إثر معلومات استخبارية قامت قوة من اللواء 31 بتفجير سيارة مفخخة تحمل أرزاق لتنظيم داعش وقتل عنصرين كان فيها، مشيرا إلى أن القوة الأمنية طوقت المكان للتحري عن مضافات تعود لداعش. كشف الحشد الشعبي عن معالجته طيران مسير حلق فوق مقره في محافظة صلاح الدين. ووفقا لموقع أعلام الحشد الشعبي، قال مدير استخبارات قيادة عملية صلاح الدين للحشد قحطان الباوي أن طيراننا مسيرا حلق صباح اليوم فوق اللواء 35 ومقر عملية صلاح الدين للحشد الشعبي، مبينا أن المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة. وأضاف أنه لم يتسنى الاستخبارات قيادة عملية صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرة. والآن انتقال إلى الأخبار الاقتصادية مع إبراهيم، ولكن بعد الفاصل. أخبار بلا أسرار. شكرا شيرين، أهلا بكم. نشرة اقتصادية جديدة بدايتها أبرز العناوين. الفتلاوي بحر النجف فتح باب الاستثمار الزراعي وإغناء للعراق بمختلف المحاصيل. ونفط ذي قار تبرم عقدا مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرا نفطيا. أهلا بكم من جديد. أكد النائب عن محافظة النجف الأشرف فضل الفتلاوي الأربعاء أن بحر النجف تم استغلاله من قبل بعض المستثمرين من أجل إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن مساحات بحر النجف ستغني العراق في القطاع الزراعي، خاصة أن تلك الأراضي غنية بالمياه الجوفية. وقال الفتلاوي أن هنالك العشرات الآلاف من الدونمات موجودة في بحر النجف وبالإمكان استغلالها، وهنالك بعض المستثمرين عملوا على استغلال المساحات الكبيرة في بحر النجف في زراعة وإضافة. وأضاف أن مساحات بحر النجف غنية بإنتاجها بما تمتلكه من مساحات زراعية وأراض خصبة، ما جعل المستثمرين يسلطون الضوء على هذا البحر، لكن ذلك يتطلب تذليل العقبات في قانون الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد العراقي.
أعلن وزير النفط ثامر الغضبان الأربعاء أن أوبك وحلفائها سيناقشون ما إذا كانت هنالك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة يوم الخميس. وذكر الغضبان في تصريحات أوردتها رويترز أن القرارات المتعلقة بسياسة الإنتاج هي قرارات جماعية، وأن العراق لا يريد اتخاذ القرار فيها بمفرده، مبينا أنه سيجتمع مع وزيري الطاقة السعودي والروسي في وقت لاحق اليوم. وأشار إلى أن اجتماع أوبك السابق ناقش خفض إنتاج بواقع 1.6 إلى 1.8 مليون برميل يوميا، ولكن بسبب اعتراض بعض الأعضاء فقد اتفقوا على خفضه بنسبة 1.2 مليون برميل يوميا. وفي السياق، أعلنت وزارة النفط الأربعاء عن قيام شركة نفط ذيقار بإبرام عقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرا نفطيا، مبينة أن الكلفة المالية بلغت 128 مليون دولار. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن النعمة في بيان له تلقت قناة سامراء نسخة منه أنه ودعما للوزارة للجهد الوطني تم توقيع العقد بين شركتين ضمن القطاع النفطي لتطوير الإنتاج في حقل الناصرية من خلال حفر 20 بئرا تضمنت إلى معدلات الإنتاج في الحقل حوالي 40,000 برميل من النفط الخام، فضلا عن استثمار الغاز المصاحب بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب قياسي. وإلى الصناعة، حيث افتتح وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري اليوم الأربعاء معمل الوكالة البخارية في شركة ديالا العاملة بعد إعادة تأهيلها بجهود وموارد ذاتية. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بجهود كوادر الشركة الهندسية والفنية ومن مواردها الذاتية تم افتتاح معمل الوكالة البخارية بتصاميم ومواصفات فنية جديدة تضاهي مثيلاتها في السوق المحلية. وأضافت أن طاقة إنتاج المعمل تبلغ 100,000 مكوات سنويا، وبموجب عمل واحدة ما سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتعزيز موارد الشركة. وإلى آخر أخبارنا، حيث زار وفد موانئ العراق ميناء أنتويرب البلجيكي بدعوة من شركة MSC وميل العاملتين في موانئ العراق والعالم للإطلاع على إمكانيات الشركة في الإدارة وفق الأنظمة العالمية الحديثة. وقال مدير عام موانئ العراق الدكتور صفا عبد الحسين الذي ترأس الوفد أن الوفد اطلع على إمكانيات شركة MSC في مجال أحدث الأنظمة العالمية لإدارة أرصفة الحاويات لنقل التجربة الحديثة لموانئ العراق. يذكر أن شركة MSC العاملة في موانئ العراق تعمل في الوقت الحاضر على بناء 3 أرصفة للحاويات في ميناء أم قصر الشمالي وبأحدث الطرق لبناء الأرصفة وبمواصفات عالمية. شكرا للزميل حميد. وقبل الختام، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتطوير المناهج التربوية والتعليمية. ملك الأردن يعزي العراق بحادثة كربلاء. الجامعة العربية تدين انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة العراق. وأهالي مغيبي ومعتقلي جلام الدور يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم. شكرا للمتابعة ودمتم بخير.